معتز هي في مدرسة ايه؟ كان عندك امتحان ايه النهارده؟ طب سنة كام؟ عملت ايه في الامتحان؟ الامتحان كان سهل اصلا؟ طيب كان في كم سؤال صعب في الامتحان؟ تمام. طيب الوقت كان مناسب للامتحان؟ تمام شكرا. اوكي مدرسة ايه؟ كان في سنة كام؟ كان عندك امتحان ايه النهارده؟ عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله. كان الامتحان سهل؟ اه. تقريبا سالي بنسبة قد ايه؟ كام في المية؟ يعني كان في كام سؤال صعب في الامتحان؟ هم يعني مش يعني 2-3 كده. حلو. الامتحان الوقت بتاعه كان مناسب؟ اه حلو. تمام. اللجنة كانت كويسة ولا كان فيها دوشة؟ لا اللجنة كانت هادية حلوة. حلو. الامتحان بيعتمد على الحفظ ولا الفهم؟ لا بيعتمد على الفهم. تمام شكرا.